عارف، يجب أن أتناول الغداء معاً يا عزيزتي. مضى وقت طويل. أمي، رباط حذائي، يجب أن أربط. ماذا عن الأسبوع القادم؟ بيو بيو. جيد، مهلاً، هيا يا عزيزتي. ها، إلى أين تأخذينني؟ فعلتها، فعلت كل شيء بمفردي. أمي، أين ذهبتِ؟ أنا بحاجة إلى قص شعري. أمي، لقد تمت. واو، حلوة. إنه فارغ. أريد قضاء وقت ممتع. واو، يمكنني إخراج لساني أيضاً. انظر. أعتقد أنه غير مناسب. ما هذا؟ يبدو مثيراً. واو، ماذا يوجد بداخلي يا ترى؟ أوه، انظروا لهذا. سأضعها كلها. سأضع واحدة هنا. رائع، إنها كالوشوم. أبدو بمظهر رائع. إلى أين ذهب؟ ليام. أنا قادم يا أمي. ما رأيك؟ ماذا فعلت؟ لا يمكنك الخروج بهذا الشكل. يجب أن ننزع كل هذه الضمادات. لا، هذا مؤلم. عد إلى هنا، ليس لدينا الوقت لهذا. ابتعدي، لقد كبرت على هذا. تعال إلى هنا يا ليام حالا. لا يمكنك إجباري. اجلس وأعطني ذراعك. أعتقد أنني أعرف كيف سأحل هذا دون أن تشعر بأي ألم. سأغمس عودا قطنيا في الفازلين ثم أربط به على الضمادة، والآن يمكنني نزعها بسهولة. هكذا، لم يكن مؤلما، أليس كذلك؟ ها؟ أين ذهبت؟ والآن سأنزع البقية. يمكنني الآن رؤية وجهك الجميل. حسنا، هيا بنا. نسيت إزالة واحدة. هذا سر بيننا. يا لك من دمية رائعة. تفضلي الحلوى. ها، هل تريدين الذهاب إلى المرحاض قبل الانطلاق؟ كلا، هيا بنا. حسناً، تشبثي. وي، هذا ممتع. أوهو، لا تبتعدي يا عزيزتي. هذه جميلة، أريدها. أمسكت بها. رائحتها طيبة. أريد قضاء حاجتي. أبي، لدينا حالة طارئة. وجدتها. تعالي معي بسرعة. لابد أن هناك شجيرة في مكان قريب هنا. هذا المكان ممتاز، يمكنك الاستمتاع بالطبيعة أيضا. مستحيل. حسنا، دعيني أفكر. وجدتها، اتبعيني. أين هي؟ أبي، خذي. أنت تمزح، أليس كذلك؟ كلا. فكر يا رجل، الوضع جدي. قد يكون هذا مفيدا. وجدت الحل. تضع هذا الدلو في صندوق السيارة، وضع عليه الغطاء ليكون كمقعد مرحاض. وها هو عرشك بانتظارك. الوقت المطلوب. سأضع هذه البطانية لأمنحك بعض الخصوصية. مجرد يوم آخر أؤدي فيه مهام الأبوة. وهيا بسرعة. لا. إيفا، لا شيء ممل كتنظيف السيارة. يوم حار. مرحبا، سأبتلع كرشي. كان عليك المجيء. انظري لهذا. لا يمكن لأحد مقاومة خصلات شعري. مرحبا يا فتيات. هذا مضحك، أليس كذلك؟ تقليدي. هل تضحكان لي؟ أليس كذلك؟ لا، كالعادة. حسناً، سأعود إلى العمل. سأنظفها جيداً. إنها نظيفة تماماً. عمل جيد. سررت كثيراً بالنتيجة. أنا جاهزة للذهاب إلى المدرسة يا أبي.
تعال يا عزيزتي. حسناً هيا بنا لنشغل الموسيقى أولاً. أحب هذه الموسيقى. لا 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 لا. لا، ماذا تفعلين؟ أوبس، عذراً، نظفت السيارة للتو. لكني لا يزال بإمكاني الرقص قليلاً. أوهو. ماذا قلت لك؟ حسناً، خذ نفساً وتذكر دروس اليوغا. مهلاً، خطرت لي فكرة. ستحل هذه البلوزة المشكلة كلياً. سأدخلها من مسند الرأس ثم أسحبها للأسفل لتغطي المقعد. والآن يمكنك الرقص يا عزيزتي. شكراً أبي. لا 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 لا. لننطلق. شو شو، ابتعدي من هنا. سأرش عليك طارد الحشرات. كلا، إنه مقزز. إلى أين أنت ذاهب؟ أوه حسناً، لقد حاولت. نانا، لا يمكنك الإمساك بي. هذا المكان جيد لتناول الحلوى. يا له من كتاب مثير. طرية جداً. هولا، ابتعدي. أمي، دعيني وشأني. هل هذا صوت الأيام؟ كلا، ربما أتخيل. أنقذيني، خذي هذا. لقد غضبت الآن. ساعديني يا أمي، هاجمني البعوض. إنه سيء فعلا. لا تقلق يا عزيزي، أعرف ما علي فعله. أنت بحاجة فقط لبضع نقاط من هذا الشيء. سأضعها على سوار معصمك وسيمنع هذا البعوض من الاقتراب منك. ولن يزعجك بعد الآن. قبلني الآن. سأذهب للعب مع البعوض. لقد عدت للانتقام هذه المرة. خذوا هذا. حان وقت النوم يا عزيزتي، خذي دبك. شكرا أبي. نوما هنيئا يا إيفا، أراك في الصباح. أهلا، المكان مظلم جدا، لا يعجبني هذا. واو، هذه الحركة رائعة. أنا قادم يا عزيزتي. ماذا تريد؟ قطعة مني؟ أعني، هل كل شيء بخير؟ كان المكان مظلما ثم حدثت عاصفة. هي لا بأس، لا تقلقي، كل شيء على ما يرام. أنا هنا الآن. ما رأيك أن أقرأ لك قصة؟ أغمضي عينيك فحسب. في يوم من الأيام، يبدو أنها نامت. لا تذهب. ما زلت هنا. أبي، هذا أفضل. أوه هيا. أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سيكون هذا القفاز المطاطي مفيداً. وجدت الحل. سأضع القفاز في هذا الكوب وأطوي القفاز حول حافة الكوب وأملأ كوباً آخر بالأرز ثم أملأ القفاز بالأرز. والآن سأخرج القفاز من الكوب وأربط عقدة به. أعتقد أن هذا سينجح. سأضعه على ذراع إيفا. أجل، يمكنني الخروج الآن. أوه، إصبع قدمي. تباً، لا تبكي. أوه، انتهى اليوم الدراسي. لم نعد بحاجة إلى هذا. هيا نلعب لعبة. ستحبين هذه اللعبة. هيا هيا هيا، يمكنك فعلها. هذا مضحك جدا. إذا تلفين الشعر من الناحية الأخرى. فهمت. أبي، مرحبا أيتها الفتاتان، لقد عدت إلى المنزل. ماذا تفعلان؟ تعرفان القواعد، يجب أن تذاكرا. كان ذلك خطأ صوفيا. ماذا؟ لقد خاب أملي كثيراً، وسأخذ ذلك. أعطني إياه. كلا، لا تفعل ذلك أبداً.
كيف يمكن أن تكوني قوية هكذا؟ حصلت علي. هذا ليس عدلاً. لا أكترث، نحن نتعلم في هذا المنزل. هذا مخزن. المكان آمن. لحسن الحظ لدينا واحد احتياطي، وأنا لدي خطة. سنلصقه على ظهر الكرسي. أحب هذا الفيديو. مستحيل، هذا مذهل. هل تسمحين ذلك؟ إنه والدنا. أسرعي، أمسكي بكتاب. تظاهري بأنك مشغولة. أيتها الفتاتان، هاتان فتاتاي الصالحتان، أخبرتكما بأن المذاكرة ممتعة. لقد غادر. أين توقفنا؟ أجل، هذا رائع. بحقك. كلا كلا كلا. هل من أحد بالمنزل؟ هل كان أحدهم يطرق الباب؟ أبي. افتحوا الباب. أبي. هل قال أحد شيئاً؟ ربما لم يكن ذلك شيئاً. أو حسناً، سأعود إلى قراءة كتابي. رباه، أعلم أنكم بالداخل. أو بحقك. حسناً، سأفتح الباب. لقد استغرقت طويلاً. على كل حال، مرحباً، لدي صفقة لك. هذه المفلات التي ستغير حياتك. لست مهتمة بذلك. ماذا عن هذه المكنسة المدهشة؟ سيكون منزلك خالياً من الغبار بفضل هذه المكنسة الرائعة. كلا. حسناً، يعجبني خوض التحديات. أو انظري إلى أداة تنظيف الشخصية هذا، ستصبح أذنيك وأنفك بغاية النظافة. جربيها. واو، شكراً، هذا رائع جداً. رائع، الآن سلميني النقود. أو حسناً، تفضلي. ها؟ هل تمازحينني؟ أنت لا تغلقي الباب. لا يسعني الانتظار لتجربة هذا. أمل أن تعمل. ها هي دا. إنها تدغدغ. يعجبني هذا. أهلا، لدي فكرة. تعال إلى هنا يا أبي. ما الأمر؟ ابقى ثابتاً. ماذا تفعلين؟ ثق بي. هذا ما في داخل أذنك. هذا مقزز. هل هذا في الداخل حقاً؟ هذا ليس جيداً، علي الذهاب. يا لها من أداة. ابتسمي يا عزيزتي. دعيني أصلح وضع شعري. هيا بنا لنلتقط صورة معاً. ستبدو هذه جيدة. دعينا نلقي نظرة. كم هي جميلة. لدي فكرة. أمي، سيكون هذا رائعاً. لقد عدت. يا له من يوم. لكنني حصلت على الصور. أمي، ليس عليك أن تفعلي ذلك. يمكننا استخدام هذه الطابعة الصغيرة. تستخدم التطبيق الذي على هاتفي لاختيار فلتر التصوير، ثم أضغط على خيار الطابعة. حاول تأملي ذلك. هذه أنت. هل ليست التكنولوجيا مذهلة؟ سأجربها. لقد فعلتها. إنها رائعة. انتظري حتى يراها أصدقائي. واو، إننا نبدو رائعتين. يمكنني شم رائحتها. تبدو شهية. وهي كلها ملكنا. انظري إليها فحسب. ليس بهذه السرعة. هذه ليست حلوة، لكنها صحية. هذا ممل. لا مزيد من الحلوى، اتفقنا؟ هذا ما تعتقده هي. مرحبا. ماذا؟ انظر هنا بالأسفل. لم أتكبد العناء؟ تفقد هذا. رائع. ولدي شوكولاتة مفرودة. رائع، لكن ماذا عن أمي؟ لا ينبغي أن ندعها ترى. سأتولى هذا. مرحبا عزيزتي. يلا الهول، هيا نرقص. واو، والدي رشيق جدا. على كل حال، الآن فرصتي. سأخذ موزة ثم أضعها هنا.
مرحبا. سأدخل الأنبوبة في الناحية الأخرى ثم سألفه، وهذا سيزيل منتصف الموزة. هكذا، هل تريدونها؟ أو حسناً، لقد عرضت عليكم. شفاطة موز، إنها لذيذة. الآن دعونا نملأ الموزة. سأضع الشوكولاتة المفرودة في هذا الجزء، والآن أصبحت جاهزة. علي ضغط المقبض ثم أزيل الموزة. ها قد أصبحت ممتلئة بالشوكولاتة الرائعة. كل ما علي فعله هو تقشيرها. تبدو هذه رائعة. لا يمكنني أبداً مقاومة حركاتك السلسة. أشعر بأنني عدت مراهقة مجدداً. فتاة مطيعة، إنك تأكلين الموزة. هل نجح الأمر؟ تفقد ذلك. واو، شكراً لك يا صغيرتي. كان ذلك يستحق عرض حركاتي في الرقص. هذا جيد. لا يمكنني رفع عيني عنه. لقد نفذ الفشار. لا تقلقي يا عزيزتي، سأتولى هذا. انتظري هناك، سأضع البذور في المقلاة وأسخنها. أمل أنك تحبينه مقرمشاً ومتفاحماً. حسناً، سألقي هذا في القمامة. لنجرب هذا مجدداً. أعتقد أن هذا سيفلح. لن يطول الأمر الآن. كان يمكن لذلك أن ينتهي بشكل سيء، لكن حصلنا على فشار. هل ترين؟ أجل، أحسنت صنعاً. هذا ما نحتاج إليه. سأضع البذور في آلة صنع الفشار. هكذا تماماً. ثم يمكننا وضع الغطاء عليها. لنشغلها. إنها تفعل شيئاً. واو، إنها تصنع الفشار. الكثير من الفشار لذيذ. هذا أسهل كثيراً، صحيح؟ ماذا حدث هنا؟ لا أتذكر أن هذا العنكبوت العملاق كان هنا. خذي نفساً عميقاً وتخلصي من ذاك العنكبوت. أنت في المنزل الخطأ يا صاحبة ثمانية أرجل. مهلاً، أعتقد أنه يمكنني استخدام هذه الزجاجة. حان وقت العمل. سأبدأ بصنع ثقوب في الزجاجة. سأقلب الزجاجة وأصنع في قاعدتها أربعة حقوق. أريد أن أحصل على ما يشبه الأجنحة. يجب أن يحتوي كل جناح على ثقب. ثم يمكنني إدخال قطعة من حبل في كل ثقب. ثم ستمر الحبال عبر أنبوب مثبت في الزجاجة. والآن لدي أداة للإمساك بالعناكب. بدأت اللعبة. أنت لي. أمسكت بك. لا، هذا غير معقول. هذا المنزل موضوع. إلى أين تظن أنك ذاهب؟ هذا ممتع جداً. أعلم، أليس كذلك؟ أنا أقضي وقتاً ممتعاً. انظري إلى هذا. هذا ممتع جداً. هذه لي. هاي، أنا رأيتها أولاً. هيا بنا. لا، أعطيني إياها حالاً. لا، ماذا فعلتِ؟ أنا؟ لن أسامحكِ أبداً يا إيفا. ما كل هذا الصوت؟ ماذا حدث؟ دمرت إيفا كل شيء. كلا، لم أفعل. اهدأ، كل شيء على ما يرام. عزيزتي، لقد نفذت مناديل المرحاض ولقد... حسناً، يمكنك تخمين ذلك. لن أخرج لشراء مناديل الآن. لكن ماذا سأفعل؟ مناديل المرحاض في غاية الأهمية. مهلاً لحظة. منحني هذا فكرة. سأزيل مناديل المرحاض عن الأنبوب ثم أغلفه بالورق المقوى. والآن سأضع بالوناً في الأنبوب. هذا ممل بعض الشيء، لذا سأزينه. وسأستخدم لذلك قلم تحديد. يجب أن أكون حذرة. لا أريد ثقب البالون. سأرسم وجهاً صغيراً لطيفاً. هاتان هما العينان. وأنا بحاجة إلى شارب. وصنعت ذراعين من البطاطات. والآن سأضع الأذنين في الأعلى. إنه أرنب. انظرا إلى ما لدي. واو، هذا رائع. أعطيني إياه، أعطيني إياه. انظروا إليه. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. انظري إلى هذا يا إيما. أعتقد أنه يجب أن يكونا صديقين. حان وقت اللعب. أليس هذا لطيفاً؟ عمل الأم لا ينتهي أبداً. أمي، هاي، أشعر بعطش شديد. هل يمكنني شرب كوب من العصير؟ بالطبع يا عزيزتي، دعيني أسكب لك. يبدو لذيذاً جداً. حسناً، سأعود إلى العمل. هل يمكنني الحصول على المزيد؟ يبدو أنك تشعرين بالعطش بالفعل. لا بأس يا عزيزتي، خذي وقتك. ستقضين اليوم بأكمله في الحمام. رائع. والآن علي إنجاز بعض الأعمال الهامة. هذا أفضل بكثير.
أمي هل أنت هنا؟ أو أجل. أو هيا لا تشربيه دفعة واحدة. هل تسمعينني؟ أو بالطبع. أحسنتي، من يتصل بي؟ مرحبا. أو لقد نفد العصير بالكامل. أمي مهلا، توقفي يا إيفا، أمك تجري محادثة. لا يمكنني هذا، أنا مشغولة يا إيفا. لا داعي للتوتر. أنا آسفة. إنها لئيمة جدا، لست بحاجة إليها، يمكنني فعل هذا بنفسي. أترون هذا ليس صعبا. أو لقد أخطأت في تقدير الأمر. لا ابنتي، أنا قادمة يا إيفا. لا لا تفعلي هذا. إيفا هي ما الأمر؟ أنا آسفة يا عزيزتي، لكن لن أدعك تغرقين المطبخ، لكن أعرف ما علي فعله. سأحتاج إلى كوب ورقي، والآن سأرسم عليه فيلاً. سأبدأ برسم الوجه ثم الأذنين، وسأرسم وجنتين ورديتين، ثم سأضع له عينين. عند الانتهاء من ذلك سأحتاج إلى زجاجة، سأضعها في الكوب. سأحتاج أيضاً إلى مصاصة شرب. سأصنع ثقباً في الكوب والزجاجة ثم أمرر المصاصة عبرها. يمكنني الآن ملء الزجاجة بالعصير. هذا ممتاز. سأضع غطاء الزجاجة وكل شيء جاهز. عندما أرخي الغطاء سيصب العصير دون أن ينسكب أي منه. واو هذا رائع وممتع أيضاً. هذا ما كنت أحتاج إليه. هل يمكنني فعل ذلك بنفسي؟ أو لا، المكالمة. قدرا على ذلك. تمهلي. ماذا سأرتدي؟ لا بأس بارتداء القليل من البريق. هل أنت بخير يا أمي؟ ربما هذا أفضل. هذا مكشوف بعض الشيء. لا يعجبني هذا. تلعب أمي لعبة ارتداء الملابس. أريد أن ألعب أيضا. هذا جميل. عزيزتي تبدين فاتنة. أشعر وكأنني عارضة أزياء حقيقية. انظري أنيق جدا. أنا أعمل بجد وألعب بجد. أنت موهوبة يا عزيزتي. كان ذلك ممتعا جدا. هاي هل هذا مكياج؟ سيمنحني هذا مظهرا مثاليا. متحمسة لعرض هذه الصور لصديقاتي. إيفا أين ذهبت؟ هذا أصعب مما يبدو علي. سأضع القليل من أحمر الشفاه. أنا في غاية الجمال. لقد كبرت صغيرتي. انتظري يا عزيزتي، يجب أن نمسح هذا. لا نريد أن تكوني كالمهرج. ماذا فعلتِ؟ أمي لا يعجبني المظهر الطبيعي. عذراً، لكن لا يمكنني هدر مكياجي بهذا الشكل. ربما يمكننا فعل شيء آخر. لدي فكرة. حان وقت الابتكار. سأقص شريطاً من هذا الملف البلاستيكي. إيفا، ضعي هذا أمام فمك. حسناً، هذا غريب. سينال هذا أعجابك. سأستخدم أحمر الشفاه هذا لوضعه على فمك. أتعلمين؟ يناسبك هذا اللون كثيراً. أريني. حسناً، انتهيت. لست متأكدة يا أمي. جربي هذا بدلاً منه. هذا ما أريده. إنه مناسب تماماً للون بشرتي. سأضغط بالبلاستيك على شفتي. كان هذا سهلاً. ربما علي وضع مكياجي هكذا أيضاً. كيف أبدو؟ أنت مذهلة. متحمسة جدا للخروج برفقة صديقاتي. لم نخرج منذ وقت طويل. هذا مؤلم. هل تمطر السماء جوارب متسخة؟ هذا مقزز. هناك المزيد. ماذا يحدث؟ يجب أن أبحث في الأمر. كلا، لن ينفع هذا. إيفا، لما كل هذه الجوارب على الأرض؟ ليس لدي سوى جورب وردي واحد. أترين؟ قدم عارية. حسناً، دعيني ألقي نظرة. حتماً سيكون هنا. لا يمكنني العثور عليه. لما لا ترتدين هذا؟ ألا تعرفين ما يعجبني؟ حسناً، ماذا عن هذا الجورب؟ مستحيل، هذا جورب وردي. مهلاً، بعد إمعان النظر يجب أن أضعه في القمامة. عذراً، لا يمكنني العثور على الجورب الوردي. هذا لغز. مهلاً، أريد أن أجرب شيئاً. أعرف كيف سنمنع فقدان المزيد من الجوارب. سأحتاج إلى مشابك الغسيل هذا وإلى هذه الشماعة. سأقص الشماعة من هنا ثم أمرر مشبك الملابس من خلالها. سأحركه إلى جزء سفلي من الشماعة. سأنسق ألوان مشابك الغسيل ثم أعيد لصق الشماعة. هذا جميل. انظري يا إيفا، سأعيدها إلى رف الملابس من جديد. ثم سأحتاج إلى جواربك. سأثبت الجوارب بالمشابك. هذا مذهل. هذا مذهل. هذا هو الجورب الآخر. هكذا سأضعه هنا. سأفعل الشيء ذاته ببقية الجوارب. سيحافظ هذا على جواربك معا. هذا ما أريده.
فكرة مبتكرة، أليس كذلك؟ هذا رأي يا أمي، لكن لا يزال ينقصني الجورب الوردي. أوه، نسيت ذلك، هذا مؤسف لكنه مفقود. علينا تقبل الأمر. ها هي عائلتي الجميلة، لدينا جورب ضائع. إنه مجرد جورب. أنت لا تفهم ما أعني. مهلا لحظة، ما الذي ترتديه؟ جورابي. كان علي أن أعرف. أنت مضحك يا أبي. أسرعي يا أمي. كنت أحضر الفشار. حسناً، أعتقد أننا مستعدتان. واو، لم أشاهد هذا من قبل، تعجبني هذه القناة. أمي، املأي لي الكوب. أوه حسناً، سأفعل ذلك. فشار شهي. ليس بهذه السرعة، انتظري حتى أعود. لا تتأخري. انظروا إلي وكأنه يناديني. لا، يجب أن أقاوم، لكنه مور جداً. ربما يمكنني تناول قطعة واحدة. لا يمكنني الانتظار. ما هو أسوأ شيء قد يحدث؟ هو أجل، المزيد، المزيد. هذا ألذ فشار على الإطلاق. هاي أمي. إيفا، ليس الأمر كما يبدو. كيف فعلت هذا؟ لا، هذا فظيع، يجب أن أنظفه حالاً. لن أدع أمي تراه. الكثير من الفشار، لكنني نجحت. يسبب الفشار الكثير من الفوضى. لن أتخلص من هذا الفتاة بسرعة، ستغضب أمي كثيراً. إلا ربما يمكنني تنظيف هذا. سأزيل الشفاطة والغطاء وأثبتهما بقوات خرطوم مكنسة الكهربائية. يمكن للشفاطة الدخول في الفجوات الصغيرة. لقد نجح، إنها تلتقط كل الفتاة وبسرعة كبيرة. لقد عادت أمي، سأتصرف بشكل طبيعي. كل شيء هنا. أحضرت المشروبات الغازية. هل فاتني شيء؟ ماذا حدث للفشار؟ أقسم أنه كان ممتلئاً. هذا غريب جداً. إيفا؟ لم أتوقع ذلك. أوبس، أنا بارعة في صنع القلاع الرملية. أنا الأفضل على الإطلاق. أبي، هل يمكنني تناول وجبة خفيفة؟ طبعاً، تفضلي، تناولي القليل من هذا. فرحة، شكراً أبي. امتلأ المكان بالرمل. سأزيله عن البطانية. الكثير من الرمل. حسناً، هذا كافٍ. سأعود الآن إلى هاتفي. ليزي، توقفي عن هذا. أقسم أنها بألف حالة مزاجية. مهلاً، ما هذا؟ دخل الرمل إلى شرابي أيضاً. مستحيل، غطى الرمل كل شيء ثانية. هذا أسوأ شيء على الشاطئ. يدخل الرمل إلى كل شيء مهما كنا حذرين. حسناً، نظفت البطانية جيداً وسأضع هذه الحقائب على الزوايا لتثبيتها. ثم سأضع وعاء الماء هذا هكذا. توقفي يا ليزي، ضعي حذائك أولاً ثم اغسلي قدميك داخل هذا الوعاء هكذا، ثم دوري أنا. أصبحتا نظيفتين، يمكنني الآن السير على البطانية هكذا. أليس هذا أفضل؟ ظلت نظيفة وجميلة. في الواقع هذه من أفضل الأفكار التي خطرت لي. ما زال أمامي الكثير من العمل اليوم. تدا تدا، أنا الأفضل بين الجميع. أبي، أمسك هذا البالون. حسناً، خذي. أنت غير ممتع. قد غضب بالوني وحزن مثلي تماماً. سأرسم له وجهاً غاضباً لأنه بالون غاضب مثل أبي. أبي، انظر، هذا البالون يشبهك. أجل، فكرة ذكية، أحسنتي. أشعر بالحر والتعب لأني سريعة جداً. أبي، بالوني يشبهك. هاي ليزي، أنا أعمل. تباً يكفي. تباً يكفي، خذ هذا أيها البالون ويا أبي الغاضب. حلق البالون بعيداً. بالوني الغاضب. لابد أنك تمزحين. حسناً، يبدو أن علي فعل شيء ما إن كنت أريد إنهاء عملية. أحضرت بالوناً مثقوباً وبداخله بالون شفاف. سأضع البالون الشفاف داخل البالون المثقوب، ثم سأحتاج إلى قمع لأضع به المادة البراقة. ستفي هذه النجوم اللامعة بالغرض. ثم أحتاج الآن إلى مادة سائلة. يمكنني استخدام المشروب الغازي هكذا. حسناً، أعتقد أن هذا كافٍ. سأجرب هذا. أجل، نجح الضغط عليه كما ظننت.
اشتقت إلى بالوني الغاضب. هاو، دمية جديدة ممتعة وبراقة. ياي، شكراً أبي، أحببتها. أوه، الحمد لله، سيشغلها هذا عني لبعض الوقت. أبي أبي، انظر كيف يمكنني الضغط على هذا البالون بقوة. آه، ما هي حياتي أصلاً؟ سأعود إلى العمل. لنجد شيئاً يستحق المشاهدة. أوه، الأخبار الرياضية، هذا ما أريده بالضبط. سأرفع الصوت لأسمع جيداً. أوه، انظروا لهذه التفاحات، جميلة جداً. حسناً، وقت تناول التفاح، ستكون لذيذة. هاو، إنها صلبة. لقد سجل نقطة جديدة، سيحدث المهاجم الجديد فرقاً كبيراً. ها؟ ماذا حدث لتفاحتي؟ هل اختفت؟ أوه ليزي، لا يمكنك قدم هذه التفاحة، إنها قاسية. أوه، هذه سقطت أسناني. أوه يا إلهي، سأوقف هذا. أوه، أسنانك على الأرض. ماذا سأفعل الآن؟ حسناً، لا تقلقي، أعطيني هذه التفاحة وسأعطيك وجبة خفيفة. ستساعدني هذه الملعقة في مساعدة ليزي. حسناً، سأقطع التفاحة هنا بشكل دائري وسأزيل لب التفاحة باستخدام هذه الملعقة. ممتاز، انتهيت. ربما يمكنني إعادة أسناني. هاو، نجحت، عدت أسناني إلى مكانها. هاي عزيزتي، أحضرت لك وجبة خفيفة من التفاح. حسناً، افتحي فمك لتناول بعض التفاح. ياي، أحب التفاح، إنه فاكهتي المفضلة. حسناً، سأعود الآن لمشاهدة أخباري الرياضية. أنا مريضة، أكره المرض. أتوه، أوبس، نقصت مقياس الحرارة. حسناً، سأتحقق من درجة حرارتك يا عزيزتي. كيف حالك الآن؟ هل ما زلت متعبة؟ حرارتك ليست جيدة، أنت بحاجة إلى تناول الدواء. لا، أكره الدواء، إنه مقزز يا أبي. هيا، أعتقد أن هذا كافٍ. هيا يا ليزي، عليك تناوله لتتحسن حالتك. تباً، كيف هربت؟ يجب أن أهرب، لا أريد الدواء. أو إنها تسخر مني، يجب أن أفعل شيئاً. أنا بارعة في الاختباء، لن يعثر علي الآن. ما كنت أرغب في قضاء أمسيتي بهذا الشكل. مهلاً، لحظة، خطرت لي فكرة. حسناً، سأحضر الدواء وملعقة، ثم سأحتاج هذه المصاصة الصغيرة. سأغمسها في الدواء، سألفها قليلاً ليغطيها الدواء جيداً. عزيزتي، أحضرت لك الحلوى. أو لا، هذا أبي يريد أن يجعلني أتناول الدواء. ها؟ ما هذا؟ إنه يحمل مصاصة. سأخذ مصاصتي الآن. حسناً يا عزيزتي، هذه لك وحدك. لذيذة، إنها الأفضل. أنت محقة، أعتقد أني سأتناول واحدة أيضاً. ياي ياي، وقت الطعام، الطعام هو الأفضل. أنت محقة، تفضلي الموز والشوفان والعصير، تناولي الإفطار، إنه ضروري. هاي، إنه أفضل فطور على الإطلاق. مهلاً، ما هذا؟ لقد أحدثت فوضاً كبيرة. لا لا لا، ابتسمت وجهاً ضاحكاً. هل تسخرين مني؟ أو حسناً، يجب أن أنظف هذه الفوضى. حسناً يا عزيزتي، خذي هذا. والآن نظفت كل شيء، تناولي فطورك فحسب. حسناً، سأعود إلى القراءة، لن يقرأ المقال نفسه. تباً ليزي، لما تفعلين هذا؟ أو إلا أفعل شيئاً يا أبي. لم أشرب بعد الكثير من القهوة هذا الصباح، بما يكفي للتعامل مع هذا كله. أوه، هذا أفضل. هلا، ما هذه الحلقة أسفل الكوب؟ مهلاً، لحظة، خطرت لي فكرة رائعة. سأحضر قطعة من الورق وأضع الكوب فوقها، ثم سأحدد الشكل الدائري. صنعت بضع دوائر جميلة، سأحدد الملعقة الآن أيضاً. ممتاز، هذا ما أريده بالضبط، سيساعدني هذا كثيراً. حسناً يا عزيزتي، لديك مكش جديد. أترين؟ هناك مكان مخصص لكل أواني الطعام. واو، شكراً يا أبي. حسناً، سأعيد هذه إلى مكانها. لقد نجحت، أنا الأفضل. سأعيد كوب العصير هنا أيضاً.
ممتاز، يبدو أن الحيلة قد نجحت، لن تحدث المزيد من الفوضى. أوه، هذا أفضل صباح. بثبات، يمكنني عمل هذا. واو، أنا أعرف، وهذه البوب إيت لي أنا. إنها جميلة، ها هي قريبة جدا. واو، أوه عزيزتي، لا عليك، انظري ماذا لدي، ابقي ثابتة. سيبقيك هذا بأمان، لا مزيد من الكدمات أو الجروح. واو، أنا لا أقهر، ولينة أيضا. هذا ممتع جدا وغير مؤلم أبدا. مجددا نجاح، يمكنني الآن الحصول على بوب إيت. إنها تستحق بالفعل. ها قد أتيت. أحسنت يا صغيرتي، واصلي. شكرا أمي. هل أنت مستعدة للعرض؟ مرحبا ميكي، مرحبا دولي. أو لا، ديناصور. واو، هذا وحشي. ها؟ أمي، لقد أخرجت ريحا مريعا. أشم الرائحة من هنا. أوه، هذا فظيع. أوبس، يجب أن أدربك على استخدام النونية، هذا ما تفعله الفتيات الكبيرات، انظري. واو، أضغط بقوة ثم يخرج البراز في النونية، هذا بسيط، لنجربه الآن. حسنا، هيا بنا. انظروا إلى قبعتي. كان ينبغي أن أتوقع هذا. لا، عليك الجلوس عليها. توقف يا ميكي، هيا بنا. هذا غريب. هكذا. أوه، يسقط البراز هناك، لا تأكلي. أنت سيئة. لا، لا تبكي، هذا سخيف، أحب حفاضي. مهلة، أعطني هذا، سأضع الحفاض على النونية، وهكذا يمكنك قضاء حاجتك في الحفاض. أوه، يبدو عرضا جيدا. هيا، لقد نجح هذا. أوه، لا تنظري إلي. لقد فعلتها. هذه هي ابنتي، أحسنت. أوه، الكثير من البراز، سأضع الحفاض في القمامة بسرعة. لقد فعلتها يا أمي. بالطبع فعلتها. أو ميكي، أريد فعل ذلك ثانية. لا بأس، هذا محرج جدا، لن أخجل أبدا ثانية. أشعر بالملل. هل رأيت ذلك الطعام؟ خذنا يا فتيات، والآن تصرفا بتهذيب. وماذا الآن؟ يدركون أننا هنا، أليس كذلك؟ هاي، أريد هذه، أعطني إياها. أوه، جميلة. أمي، حسناً، خذيها. إنه خطأك أمي، تتصرف إلي بلؤم. لا، ميكي تتصرف بلؤم. أين لحايتكما؟ أوه، علي تنظيفهما، ماذا كنت سأفعل بدونهما؟ خذا يا فتيات. أوه، وهذه لك يا ميكي. أوف، أمسكت بهما، يحدث هذا باستمرار، إلا إذا خطرت لي فكرة. ما هذا؟ أعرف كيف سأمنع اللهاية من السقوط، سأربط اللهاية بشريط البالون. واو، فكرة ذكية. علي فقط التأكد من ربطها جيدا. أوه، واو، هذا أفضل. هذا حفل ممتع بالفعل، خذي. أحب البالونات. عيد ميلاد سعيد يا فتيات. انظري إلى هذه الكعكة، مستحيل. وسقطت اللهيتان.
لكن لا بأس. لقد حلقتا في الهواء. لنتناول بعض الكعك. آمل أن ينال إعجابكما. أنا محظوظة جدا. أوه لحايتي. لذيذة. هيا بنا لنفعل هذا الآن أو لا إلى الأبد. سجل هدفا. ابتعدي يا أمي. أوهو رائع. عذرا هناك الكثير من الضجة. أمي أنا أشاهد المباراة. إنها مزعجة جدا. ماذا تفعلين؟ أنا مشغولة بعض الشيء. عليك مجالسة الطفلتين وإليك زجاجة الحليب. لابد أنك تمزحين. أنا قادمة. أمي عودي. شكرا أمي. كيف الحال؟ أعتقد أننا بقينا بمفردنا. أنت لطيفة جدا. وأنت لطيفة أيضا. يا أعلم. ما مشكلتكما؟ هذا ليس ممتعا. ماذا سأفعل؟ لا 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 لا. توقفا عن البكاء أرجوكما. حقا توقفا. أو لا. أمسكت بكما. حسنا هذه ليست فكرة جيدة. هذا ليس سيئا جدا. ما رأيكما ببعض الحليب؟ يامي أعطني الحليب. هذا أصعب مما ظننت. أقرب بقليل من هنا. لقد حاولت. بهلا هذا ما أريده بالضبط. كان علي التفكير في هذا مسبقا. يبدو هذا جيدا. حسنا لدي هذه القبعة ولدي بعض الحليب. لنفعل هذا. جميل. اشربا. هذا سهل جدا. آمل أن تناما قريبا. أنا بحاجة إلى الراحة. حان وقت النوم. أوه انظروا إليهن. لقد أبليت جيدا للغاية. ويمكنك فعل هذا مجددا. أوه أنت رائع حقا. شكرا. مهلا أنت تتحدثين إلى الطفل. نو 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 نو. لحظة وصلتني رسالة. أو يا إلهي تخفيضات. شكرا لكم. يجب أن أذهب. خذ. لكن ماذا يحدث؟ ستذهب أمك للتسوق؟ استمتعا. يبدو أني بقيت برفقة طفلي. رائع. أوه لقد ورثت عيني. أنت مضحك. لا لا لا. إخي تقليدي. يبدو أنني تحمست قليلا. أو ما رأيك ببعض الحليب؟ قد يساعدك هذا. لا لا أريد. رائع. ماذا سأفعل الآن؟ مهلا خطرت لي فكرة. سأستخدم هذا المقص وسأقص بلوزتي قليلا ثم أمرر الزجاجة من الثقب. لنجرب مجددا. حليب شهي. يا له من يوم. ها؟ هذا أروع شيء على الإطلاق. ستوقفين. خذي وأنفقي المزيد من المال. أنت أفضل زوج على الإطلاق. أترك الأمر لك. أوه انظروا إلى هذا. سأضع منزلي هنا وسأحضر السيارات. مرحبا نوا. يبدو هذا ممتعا. أهلا أمي. أتريدين اللعب؟ بالطبع سأجلس هنا. كلا يا أمي منزلي. هذا مؤسف. لم أقصد ذلك لكن يمكنني جعله أفضل. آمل ذلك. يمكنني الاستعانة بقلم الطباعة ثلاثية الأبعاد.
هل أنتم بحاجة إلى صيانة عاجلة للمنزل؟ لدينا الحل. سأبدأ برسم المنزل، ثم أستخدم قلم الطباعة لملئه. سيكون الرسم بمثابة قالب للمنزل. سأصنع خطوطا طولية بالقلم وأغطي السقف بالكامل. يجب أن تكون الخطوط قريبة من بعضها البعض وتجنب ظهور أي فجوة. وعند الانتهاء سأنتقل إلى رسم الباب. وبالطبع يحتاج كل منزل عدة نوافذ. تذكروا فقط الرسم بخطوط طولية. والآن حان وقت رسم الجدران. سأستخدم لها لونا مختلفا. سأرسم حول النوافذ والباب، ثم أنزع المنزل عن الورق. والآن حان الوقت لبناء المنزل، ولكن لا حاجة للأسمنت. سأستخدم قلم الطباعة لتثبيته ببعضه البعض. احرص على رسم 4 جدران لضمان ثبات المنزل. وعند تثبيت الجدران، ضع المنزل بوضعية عمودية وثبت السقف ببعضه البعض، ثم ضعه فوق المنزل. وها قد حصلنا على منزل جديد. انظر يا نوا، أحضرت لك شيئا. منزل جديد ولديك حديقة أيضا. واو، مهلا، سأضع هذه الدمية، تبدو سعيدة جدا. أعتقد أنها أحبت. قضينا وقتا ممتعا في الملاهي، لكني كنت أتقيأ على لعبة الحصان الدوار. أوه انظر، إنها نحلة. ابتعدي، أكره النحل. ماذا؟ ماذا فعلت لك؟ تبدو هذه المصاصة شهية. اترك القليل لي، أحب الحلوى. أو لا، لقد عادت. هاي انتبهي، يكفي، أصبح موضوعا شخصيا. أنت من أردت هذا، تم تحديد الهدف. أتت كل تلك التمارين بنتيجة. آخ أبي، هل أنت بخير؟ أشعر بألم شديد. أو لا عزيزتي، مهلا، يجب أن أفعل شيئا. لا تقلقي، سيتولى أباك الأمر. سأقوم فقط. أوه، ماذا سأفعل؟ هل أنت بحاجة إلى المساعدة يا صاح؟ واه، هذه معجزة. أترى شيئا يعجبك؟ الكثير من الخيارات، لنرى. أعتقد أن هذا سيفي بالغرض. شكرا. لا تقلقي، سينقذ أباك الموقف. سنتخلص من الإبرة اللاسعة باستخدام هذا الشيء. سأضعه فوق الإبرة، ثم أسحب المقبض، وسيشفط الإبرة فورا. لقد فعلتها يا أبي، أنت بطلي. أنا أؤدي عملي فحسب. أوه، أعتقد أن علينا الذهاب من هنا حالا، بسرعة. أجل، من الأفضل أن تهرب. كل هذه المصاصة لي أنا. بيو بيو. أوه لا، ديناصور. أتشو أتشو أتشو. أوه لا، أنا قادم يا ولدي. الطفل المسكين، هل أنت بخير يا عزيزي؟ ما المشكلة؟ أشعر بالإعياء يا أمي. سأغطيك لتشعر بالدفء، هذا أفضل. يجب أن تشرب الدواء أيضا لتصبح بحال أفضل. افتح فمك. كلا، لا أريد. يجب أن تشربه. عزيزي، افعل شيئا. سأتولى الأمر. ما رأيك بهذه المصاصة بدلا من الدواء؟ ها، خدعتك. يمكنك الحصول عليها إن شربت دواءك. هيا. لم ينجح هذا، لا أريد شرب الدواء. هذا صعب فعلا. أوه مهلا، خطرت لي فكرة. مشروبي الغازي. لا يمكننا تقديم المشروبات الغازية له. لدي فكرة أخرى، سأقص جناحا متحركا في علبة الكولا الفارغة، لكن يجب توخي الحذر لتجنب جرح الأصابع. أعتقد أن هذا كاف. ثم سأطوي الجناح للخلف وأضع زجاجة الدواء داخل العلبة، ثم أضع مصاصة الشرب في الزجاجة. أغلق الجناح. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ إنه ليس مشروبا غازيا حقيقيا. فكرة ذكية. مرحبا نوا، ما رأيك بالقليل من المشروب الغازي؟ أجل، من فضلك. لذيذ، ولد مطيع. ستشعر بالتحسن حالا. هكذا يكون ولدي. واو، مشروب غازي لذيذ، لم أعد متعبا. يا له من يوم يبعث على الاسترخاء. واو عزيزي، أنت موهوب. شكرا أمي. أوبس، لم ألون جيدا. كيف مذاق اللون الأصفر يا ترى؟ سألعقه بسرعة. لا، أعطني هذا. أنت لئيمة،
كان ذلك وشيكا، لا أصدق أنه كان على وشك تناول الطلاء. أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سأحتاج أولا إلى صينية الحلوى وسأضع الكريمة بداخل كل قالب. كان علي التفكير بهذا من قبل. كدت أنتهي، والآن سأضيف ملونا للطعام. سأضع القليل منه على كل قالب. سأستخدم عدة ألوان. هذا هو آخر واحد. ثم أستخدم عودا خشبيا لمزجها. يجب أن تمتزج المادة الملونة تماما بالكريمة. تبدو الألوان رائعة. إنها زاهية، تبدو كالطلاء الحقيقي. سيحبها نوا. أعتقد أنها جاهزة. انظر لهذا يا نوا. تفضل فرشاة التلوين خاصتك. شكراً أمي، يبدو اللون الأزرق جميلاً. وأفضل ما في الأمر أن بإمكانك تناوله. حقاً؟ هيا. لذيذ. كيف مذاق اللون البرتقالي يا ترى؟ تذوق، أعتقد أنه سينال إعجابك. أنت محقة، أحببته فعلاً. كنت أعرف، فناني الصغير. أعتقد أن هذا هو المسار الصحيح، أليس كذلك؟ وهذا المكان مثالي للبقاء به. حسناً، أدي عملك البسيط فحسب، بينما أنا جالسة هنا. ليام، هل أنت متأكد مما تفعله؟ واو، لا يبدو هذا جيداً. لا يهم، ليست مشكلتي. إنها كسلاح النينجا. ماذا؟ أوه، ما زال يبني ذاك الشيء. النجدة، لا أرى شيئاً. هذا الشيء كما تاه. تستغرق، نسيت ساعتي. حسناً، اعتبري هذه الخيمة قد نصبت. هل أنت متأكد من هذا؟ لن أنام في هذا الشيء، آسفة. أوه، لقد بدلت قصارى جهدي يا لازي. سأدخل. أنا بخير هنا تحت أشعة الشمس، وأحضرت أيضاً أدواتي الخاصة. أولاً سأستخدم الغلاف البلاستيكي حول الشجرة الكبيرة. هذه الأشجار الثلاث مثالية، تصنع دورات حولها عدة مرات، ثم ألفه هكذا من الأعلى وأسحبه من الأسفل بعد ذلك، وهكذا أكون قد صنعت طبقة في الأعلى. أترون؟ هل ما زال ليام هناك؟ لحسن حظي أنني شغلت نفسي. وها هي الطبقة الثانية، كدت أنهيها هكذا. وماذا بعد؟ سأدخل إليها. أعمل أنها قوية بما يكفي لحملي. هو هذا رائع. ليزي، من أين تعلمت هذا؟ خيمة غبية، هذه آخر مرة أحاول بها التخييم. ليام، يا لك من فتى طائش، طابت ليلتك. أشعر بالجوع بعد السير لمسافة طويلة. لا يمكنني تناول الطعام ويداي متسختين هكذا. أوه، لدي الكثير من الماء لتنظيفهما. أنا بحاجة إلى القليل فقط. أوه، يجب أن أنظف كلتا يدي. هذا مستحيل. إلا إذا، ربما سينجح هذا. أترون؟ هذا أشبه بالحوض. ليام، ماذا يفعل؟ أوه، ليام. ليزي، ما بك؟ هلا، إنه مجرد وعاء من الماء، أردت غسل يدي. جرب طريقتي في المرة القادمة. سأصنع ثقبا هنا، ثم أدخل به شفاطة الشرب. جاهز، سنجربه الآن. سأعلقه هنا وأرفع الغطاء، ثم سيتدفق الماء. واو، فكرة ذكية يا ليز. أعرف، لا حاجة للشكر. حان الوقت لإحضار الماء، إنه ينفذ منا بسرعة. أظن هذا كافياً. هذه الإضاءة مذهلة. أحضرت الماء إن كان يهمك الأمر. على الأقل هناك من يهتم بوجود شيء لشربه. من الضروري أن أغلي هذا الشيء. سأضع
تنتظر الآن؟ أنا متحمسة لتناول هذا، إنها المفضلة لدي. أهلاً، أعمل أني... هل نسيت الوعاء؟ هل لدي شيء هنا يمكنني استخدامه؟ لحظة، هل ما زال ليام يلتقط الصور هناك؟ ابتسامة! وجدتها! هو ليام! حان الوقت لرفع سقف صورك! سأبدأ! هاي، ماذا تفعلين؟ أعتقد أن علي الاستسلام! أوه، لديك رأس دائري مثالي! شكراً على إعارتي إياه! ودعان! حسناً، حان الوقت لتناول النودلز! وأصبح لدي الآن وعاء دائري بشكل مثالي! يمكنني تناول الكثير من هذا! وبما أن الوعاء من القصدير، فلن يتأثر بالماء الساخن! ليام، هل أنت جائع؟ أحضرت لك النودلز يا عزيزي، الفضل كله لرأسك المستدير. ابقي ثابتة، سأنشر هذه الصورة، هذا مذهل. سأقطع حبات الطماطم هذا، أليست جميلة؟ سأستخدم عضلاتي. أوه غريب. أوه، هيا ارتفع. سأرفعه بكل قوتي. يبدو هذا مستحيلاً. الطماطم جاهزة تقريباً. تبدو رائعة. أوه، إنها أكبر شظية رأيتها في حياتي. لزي، لا يهم، سأعود إلى العمل. انظر لهذه الشظية. ليست بالأمر الجلل. أوه، هل أنت متأكد؟ سأزيلها. لدي شيء ما هنا. المزيد من الحلوى. حقيبة الإسعافات الأولية. ممتاز. لنرى. هذا ما كنت أبحث عنه. ليام، لقد عدت وأحضرت الحل المثالي. كلا، سيؤلمني هذا. هيا، الشفط هو الحل هنا. ها هي، رائع. ليزي، هل انتهيت؟ هي، لقد أزلتها، انظري. شكرا لك. لا حاجة للشكر. ليته كان لدي حقنة لهذه أيضا. أوه هيا. أعتقد أننا اقتربنا كثيرا. حقا؟ الكثير من الأعشاب. المكان عالٍ جداً. أوه، تباً. لحسن الحظ أن لدي المزيد. تدا! مهلاً، أين ذهب ليام؟ إن استطعنا تجاوز هذه الحشائش. شكراً لهذا. كان هذا هو شيكاً. لقد فعلناها. رائع، انتظرني. أنت تسير بسرعة. من الصعب مجاراتك. لما لا نأخذ استراحة هنا؟ هذا جيد. ماذا؟ أوه، لقد نفذت هذه بسرعة. لا، حلوياتي، لقد اختفت. هذا أسوأ كابوس. أنت ملكة الدراما. سأتولى الأمر. أترين هذه الملعقة؟ سأسكب بها زيت الزيتون وأضيف إليه السكر، ثم أضع مصاصة به وأسخن. أصبح مختلفاً الآن. انتهيت. هل يبدو مألوفاً؟ إنها مصاصة. أوه ليزي، أحضرت لك مصاصة، أترين؟ شكراً، أنت الأفضل. أوه، صباح جميل. ونمت كطفل صغير. بيتزا على مائدة الإفطار؟ أجل. هاي، ابتعدي. تبان، الكثير منها. لا يمكنني تناول البيتزا بأمان. ماذا سأفعل؟ يا له من صباح. توقفي عن اللحاق بي. لن أعطيك البيتزا. ماذا يحدث هنا؟
تخافش. لن أدعك تفوزين. مهلا، سأريك هذه الخدعة. استخدم غطاء الاستحمام هذا، إنه مناسب تماما. وداعا للذباب. على الرحب والسعة. ابتعدي. هل أنت متحمس لتجربة حيل التخييم هذا؟ لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك وإخبارنا بما سيحدث. هل شاهدت هذا الفيديو؟ اشترك في قناتنا كي لا تفوتك أي من فيديوهاتنا الجديدة والممتعة.